اهلا بيكم معانا. دلوقتي معانا دكتور هاني محمد علي، استشاري امراض المفاصل والروماتيزم والمناعه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. الحقيقه النهارده احنا حابين نتكلم عن اللقاح. ناس كتير قوي او كل الناس تقريبا بتسال انواع اللقاح ايه اللي في السوق، لان دي محيره ناس كتير قوي. هل اللقاح المفروض كل حد ياخده؟ هل لو احنا خدناه في عرضه ان احنا تاني نصاب بكورونا؟ أسئلة كتيرة جدا، فخلينا نبتدي واحدة واحدة بأنواع اللقاح. اتفضل حضرتك. طيب بالنسبة لأنواع اللقاح، احنا المشهور عندنا في مصر هما نوعين، النوع الصيني ونوع أسترازينيكا. والنوعين أصلا كلمة لقاح نفسها هي عبارة عن إن أنا بجهز جهاز المناعة، بحقن مادة بتدي فكرة لجهاز المناعة عن فيروس معين أو عن إصابة معينة ممكن تحصل له، فبكون فيه ذاكرة جوه الجهاز المناعي بتاع جسم الإنسان علشان لما يقابل الباثوجين ده أو المادة اللي ممكن تسبب له الإصابة دي يقدر يتعامل معاها بطريقة أسرع وبطريقة أكثر كفاءة عن إن هو يبقى أول مرة يقابلها أو ما يعرفهاش قبل كده، خصوصا في حالة الكوفيد إن هو أصلا مستجد ومش معروف وما عندناش أصلا مناعة مكتسبة ليه. عشان كده اللي موجود دلوقتي فيه نوعين، فيه نوع اللي هو اشهر نوعين موجودين يعني في السوق دلوقتي اللي هم السينوفارم والاسترازينيكا. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم في طريقه الصناعه. الاسترا بالنسبه للسينوفارم هو فيروس مقتول، يعني هو الشركه بتجيب الفيروس وبتصنعه في المختبرات وبعد كده بتعمل له عمليه دث وبعد كده بيبتدي نحقنه في جسم الانسان، فيبتدي يجهز الجسم بتاعنا والخلايا المناعية بتاعته أن عندها خبرة لي. بالنسبة للقاح الأسترازينيكا هو معمول بطريقة تانية مختلفة شوية، هو فيروس تم إضعافه، يعني برضو اتحضر في المختبرات وتم تعديله وراثيا بشكل معين وإضعافه بحيث أنه هو لما يخش جسم الإنسان عن طريق الحق ما يسببش عدوى، بس يخلي يحصل نوع من أنواع التفاعل في الجسم عشان يكون ما يعرف بالأجسام المضادة. يبقى الصيني اساسا هو فيروس ميت، والتاني النوع التاني لا هو ضعيف شويه، عشان كده تلاقي في اعراض في اللي هو النوع التاني، وفي الاولاني الناس ما بتحسش باعراض قوي، صح كده؟ لحد ما صح. وايه الافضل؟ الافضل ان الواحد يخش له الضعيف ولا اللي ميت؟ بيرسونال فاريشن، ما اقدرش اطبق على كل القواعد على كل العيانين، لان بيبقى كل حد رايح ياخد اللقاح بيختلف من شخص لشخص. ممكن حد يروح ياخد اللقاح اصلا وهو مثلا معدي ال 65 سنه، ممكن حد تاني يكون مثلا مصاب بمرض مناعي من الاصل، يعني عنده مرض روماتيزمي او مناعي او غيره، مرض مزمن زي السكر وغيره. هو في العموم الاعراض اللي بتحصل مع الفيروس اللي هو مضعف بتبقى اكثر ظهورا ووضوحا من الاعراض اللي بتحصل مع الفيروس المقتول او الاقل. فيفضل يعني اللي عنده مناعه شويه متلخبطه او بياخد عنده حاجه زي امراض مزمنه او غيره ياخد الفيروس الصيني، ده افضل. لكن برضو زي ما بنقول ان كل عيان رايح يتطعم له ظروفه الخاصه، وطبعا في دكاتره بيقابلوه بيقدروا يحددوا حالته ويقيموه كويس وبيختاروا النوع المناسب ليه حسب المناعة. هل فعلا بيتقال؟ يعني بيتقال حسب الحاله، مثلا حد عنده مشكله مزمنه بيتقال له لا انت هتاخد الصيني عشان حالتك؟ كتير انا واجهت ناس كتير كده، وبيتم تقييم الحاله برضو في اثناء الدخول، وبيرجع برضو معظم الناس اللي عندها امراض مزمنه بترجع لطبيبها المعالج الاول وبتساله وبتستشيره، وبيقدر يحدد ساعتها حسب الحاله المرضيه بتاعته وحسب الحاله العامه بتاعته انهي لقاح المناسب ليه. وفي منهم ناس كتير بياخدوا ريكومنديشن بكده من الدكتور المتابع الاصلي للحاله. طيب هل في حد او المفروض ان احنا نعمل تحاليل معينه قبل ما نروح؟ هو الافضل ان يبقى يتعمل تحليل الاجسام المضاده، نعرف كميه الاجسام المضاده او حجم الاجسام المضاده اللي موجوده عندنا في الجسم ايه، وبناء عليها ممكن نحدد ساعتها احنا ممكن مناسب ناخد اللقاح في الوقت ده ولا نستنى شويه على حسب الحاله العامه للانسان. تمام، اسمه تحليل الاجسام المضاده فيروس كورونا. تمام. طيب احنا معانا تليفون. نهله. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. انا كنت عايزه اسال الدكتور لان انا عندي خلل في المناعه، وطبعا سجلت عشان اخد التطعيم، و باخد ادويه مثبته للمناعه. الو. ايوه اتفضلي سامعينك. انا باخد ادويه مثبته للمناعه،
هل ممكن اطعم او ابطل الدواء مثلا اللي انا باخده قبل التطعيم، ولا الدواء ده ما يتعارضش مع التطعيم؟ تمام، شكرا. استاذه نهله، الف سلامه على حضرتك. الاول بالنسبه لخلل المناعه، يعني هو المفروض اولا نبقى يعني محددين ايه نوع المرض بالظبط، يعني عشان نقدر نتعامل. لكن في العموم مفيش حاجه تمنع بالنسبه لمرضى المناعه تمنع من ان هم ياخدوا اللقاح. ممكن بيحصل نوع من انواع التعديل شويه في الادويه اللي هم بياخدوها. في العموم برضو كل الادويه بتاعتهم بنديها لهم، الا ممكن يكون مثلا في بعض امراض المناعه زي الروماتويد او الذئبه الحمراء او غيره، لو العين بياخد ادويه بيولوجيه او غيره، بنحاول دايما ندي اللقاح او نخليه ياخد اللقاح في احسن وقت من حيث المرض. يعني ما يبقاش رايح مثلا والمرض في فتره النشاط بتاعته، ما يبقاش رايح وهو بياخد جرعات كبيره من الادويه زي الكورتيزون مثلا، لو هي بتاخد ادويه كورتيزونيه للخبط المناعه او لخلل المناعه اللي هي مصابه بيه ايا كان نوعه. في العموم ما فيش دواء بنمنعه وما بنمنعهم ان هم ياخدوا اللقاح، بالعكس ده كده احسن ليهم، لان احنا عارفين ان اللقاح بيحمي البني ادم من الاصابه الخطيره، يعني ما بيقلل الاعراض، بيقلل معدل الانتشار. فالافضل طبعا ان هي تاخد اللقاح وبرده ترجع لطبيبها المعالج تستشيره في الحاله علشان يقدر يحدد احسن وقت مناسب ليها ايه، ويقدر يعدل جرعات الادويه لو محتاجه تعديل. لكن مش بيمنع ان المرض يجي برده، صح؟ بصي حضرتك، هو الكوفيد 19 فاكسين المتاح لا يمنع الاصابه بالمرض في العموم او بنسبه 100%. هو بيقلل الاعراض وبيقلل معدل الانتشار وبيساعد في اكتساب المناعه في عموم المجتمع. تمام. طيب احنا معانا تليفون حنان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضلي. إيه لو سمحت ممكن اكلم الدكتور بس؟ فضل. بعد اذنك. تحت امرك. لو سمحت بس انا كنت عايزه اعرف، انا مش باخد يعني مش متجوزه جديد يعني، ومش معايا اي اطفال، وكنت مهيئه ان انا احمل، يعني مش باخد اي موانع للحمل او كده، ينفع ان انا اخد اللقاح ولا لا؟ طيب بالنسبه للقاح، سؤال مهم جدا الحقيقه، كنت هسأله. مفيش مانع انها تاخده الا اذا كانت اوريدي حامل، يعني اذا كان في حمل او رضاعه دلوقتي يفضل ان ما ياخدوش اللقاح، لان ما فيش تجارب لسه وما فيش داتا موجوده على تاثيره على الحوامل وفي حالات الرضاع يعني. وبرده بالنسبه للاطفال اقل من 16 سنه ما فيش ريكومنديشن ان هم ياخدوه. تمام. يعني انت دلوقتي ممكن تاخديه، ولكن لو حامل او بترضعي ما تاخدهوش. معانا طيب حاولي تكلمينا تاني يا مريم. طيب احنا محتاجين نعرف، هل بناخد جرعتين ولا جرعه واحده؟ جرعتين، بتاخدوا جرعتين بين كل جرعه وجرعه من 21 يوم ل 28 يوم ماكسيمم. الجرعه الاولانيه بتدي قدر من المناعه، الجرعه الثانيه بتدي المناعه الكامله اللي هي المفروض يديها نوع الفيروس. يعني مثلا لو الفيروس الكفاءه بتاعته 87% او 90% او 100%، فهي بتتحقق بعد الجرعه الثانيه، فلازم ياخد الجرعتين، ما ينفعش ياخد جرعه ويستنى جرعه ثانيه. ده للنوعين من اللقاح. في ناس بتقول ناخد مثلا نوع وبعد كده المره الثانيه ناخد نوع ثاني، ما ينفعش، والافضل ان طالما ابتدى بنوع يبقى الجرعه الثانيه من نفس النوع. تمام. طيب معانا تليفون ام مصطفى. ايوه حبيبتي. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ايوه حبيبتي، استاذ حضرتك بس ردعت للدكتور على حاجه. اتفضلي. بص لو سمحت يا دكتوره، انا كان عندي الحزام الناري وخلص بقاله 7 ايام. تمام يا فندم. وطي بس التلفزيون شويه يا حبيبتي. وخدت الجرعه امبارح، يجرى حاجه؟ مفيش اي مشكله خالص، زي ما قلنا بالنسبه لنا هو الحزام الناري اصلا فيروس اسمه هيربس بيصيب النهايات العصبيه، وطالما هي بقت كويسه خلاص فده معناه ان الفيروس مش موجود في جسمها وخلاص الموضوع بقى كويس، فممكن تاخد اللقاح وما فيش خوف وما فيش حاجه وما فيش مشكله منه. امين باذن ربنا. معانا تليفون عمر. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، ممكن اسال الدكتور؟ طبعا اتفضل. دكتور انا كان عندي جلطه شهر 5 وركبت دعامة شهر 5 ودعامة شهر 7 اللي فات دول، ممكن اخد اللقاح ولا لا؟ طيب مفيش مانع بالنسبه له ان هو ياخد اللقاح. الافضل برضو ان يرجع لطبيب القلب المعالج بتاعه، لكن مفيش ما يمنع من ان هو ياخد اللقاح. حتى زي ما احنا بنسمع كده ان في نوع منهم ممكن يعمل جلطات او غيره، هو اوريدي غالبا هتلاقي حد زي الكيس دي معانا بياخد اصلا مضادات للتجلط، ومن الاصل يعني معدل الدوره الدمويه بتاعته معدل نسبه الحدوث الجلطات فيها اصلا
مش مرتفع على اساس ان هو بياخد الادويه الادويه السيوله اللي بتخلي الدم يبقى كويس ومفيش ريسك لحدوث جلطه، وعلى اساس ان هو اكيد كنترول ومفيش عنده موانع لاخذ اللقاح. تمام، ايه الاعراض اللي بتظهر على الواحد لما ياخد اللقاح، وهل الواحد بيكون مصدر لعدوى؟ طيب بالنسبه للاعراض، هو ممكن بعض الاحيان يحصل نوع من انواع مثلا يحس بالام في العضلات والام في المفاصل، ممكن يحصل ارتفاع طفيف في درجه الحراره، ممكن يحصل نوع من انواع الفتيج او الهمدان، هو يحس ان مجهوده قليل شويه. دي اعراض كلها اعراض طفيفه بتاخد وقت مثلا بسيط، ايام قليله وبعد كده بتختفي وبتبقى الدنيا كويسه. وممكن برضو مكان الحقن يحصل بعض الاحمرار البسيط او غيره، ما تقلقش وما بتبقاش سيفير لدرجه ان هي تأثر على صحة البني آدم العام. هل هو معدي لغيره لما بياخد اللقاح ولا لا؟ لا طبعا هو مش معدي، لأن هو ما بياخدش زي ما قلنا الفيروس، سواء في النوع اللي هو الصيني بياخد أصلا فيروس ميت already dead، يا إما في النوع التاني أصلا بياخد فيروس ضعيف وقليل وما هوش عرضة إن هو يعدي غيره أو يبقى ناقل للعدوى للآخرين. تمام، معانا تليفون. أيوة أهلا وسهلا. اتفضلي. أهلا أهلا أستاذ محمد، اتفضل. الله يكرمك. انا عايز اسال الدكتور. اتفضل. انا عاوز اسال الدكتور، لا لا الخط معلش حضرتك الخط قطع، ممكن تعيد الكلام تاني؟ انا سامعك والله. الو، انا سامعك والله. عامل عمليه قلب مفتوح، هل ينفع تاخد اللقاح ولا؟ هو ده السؤال صح؟ ايوه، عامل عمليه قلب مفتوح من 5 سنين. تمام. وعنده ضغط. وعندك الضغط، تمام، شكرا، اتفضل. مفيش مانع من اخذ اللقاح زي ما قلنا قبل كده، ان هو بالنسبه لنا اولا العمليه الهيستوري بتاعها قديم شويه، هو اوريدي اكيد دلوقتي كويس، فلو هو حالته العامه كويسه ومفيش مشكله مفيش ما يمنع من انه ياخد اللقاح. تمام، معانا منى. طيب حاولي تكلمينا تاني. طيب في ناس سؤالين، اول سؤال هو ان في ناس بتشتكي بعد ما بتاخد اللقاح بتعب وارهاق، قاعد حبه كتير يعني ممكن شهور، هل ده طبيعي؟ المفروض اللقاح ما بيقعدش التعب، احنا قلنا لو حصل منه اثار جانبيه هتبقى اثار جانبيه طفيفه ونوع من انواع الاجهاد البسيط او وجع في العضلات. لا مش من اللقاح، اعتذر، دي كانت في حاله بعد حضرتك تقصدي بعد الكوفيد، بعد الشفاء من الكورونا. كتير من الحالات بعد الشفاء من الكوفيد بيحصل عندهم نوع من انواع الفتيج او الاجهاد اللي بيقعد فتره طويله، بيقعد تقريبا حوالي 3 ل6 شهور، وده موجود في حالات كتير جدا وبيطلق عليه حاجه اسمها متلازمه ما بعد الكوفيد او البوست كوفيد سيندروم، وبيبقى اكتر شويه في مرضى الامراض المناعيه اللي بتاثر على الجهاز الحركي والمفاصل بتاعتهم، وده غالبا بيبقى سببه التفاعل المناعي اللي كان حاصل بين الفيروس وبين البادي وبين جسم البني ادم لما كان البني ادم مصاب. الاجسام المضاده اللي بتطلع وحاله الارهاق الشديد اللي بتبقى موجوده بتسبب نوع من انواع التفاعل المناعي مع العضلات ومع المفاصل. بنحب نطمن غالبا، يعني ده طبعا بعد تقييم الحاله وكل عيان على حده له ظروفه، لكن احنا بنحب دايما نقول ان ده بيحصل فتره مع الوقت العيان بيتحسن. بنحب نقول له حاول على قد ما تقدر ما تاخدش مسكنات، لان المسكنات مش هتفيدك في الموضوع ده. حاول ترجع لحياتك بصوره طبيعيه بالتدريج، حاول تمارس رياضه خفيفه، لو تقدر تتمشى شويه او تقدر تجري جري خفيف، هيحسن كتير موضوع الفتيج والارهاق اللي بيحصل له. يشرب ميه كتير وسوائل على قد ما يقدر، من 2 ل3 لتر يوميا، بتحسن الدوره الدمويه وبتقلل معدل الاصابه بالجلطات وبغيره. الغذاء السليم المظبوط، ياخد قسط كافي من الراحه، يريح على قد ما يقدر ويبعد عن التوتر، ويطمن ان ده حاجه مؤقته وغالبا بعد كده بتروح مع الوقت وبيرجع لطبيعته تمام باذن ربنا. تمام، خلينا ناخد تليفون عايده. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. انا الحاجة عايده محمد علي. اهلا بيك يا حبيبتي. ازيك يا استاذ سالي؟ اهلا بيك، كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وانت طيبه يا رب. ممكن اسال الدكتور فضل. بس على الزيبه الحمراء عشان بنتي اسمها امل، اتفضل. عايز اساله ينفع تاخد اللقاح ولا لا؟ اتفضل. طيب اولا انا بسلم عليها وعلى بنتها امل، ربنا يشفيها ويخليها لها يا رب. مفيش ما يمنع من ان هي تاخد اللقاح، هي بالنسبه لمرضى الزئبه الحمراء كمرض مناعي وروماتيزمي
مفيش ما يمنع خالص زي ما قلنا، بنختار بس الوقت ان العيان ما عندوش اكتيفيتي يعني ما عندوش نشاط والمرض هادي وبياخد اقل قدر من الادويه، ساعتها نقدر نبعته ياخد اللقاح. انهي نوع؟ هو في العموم مفيش فرق كبير بينهم بالنسبه للعيانين بتوعنا، لكن الافضل ان احنا ناخد اللقاح اللي هو الاقل حده في ظهور الاعراض الجانبيه وهو اللقاح الصيني. تمام. طيب طب ناخد تليفون. الو منى. معلش. اهلا، عليكم السلام، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله الله يخليكي. لو سمحتي اتفضلي. عايزه اسال الدكتور عن اللقاح. انا عندي سكر من حوالي سنتين، وجاني قبل كده من حوالي سنه فيروس، وجاني الفيروس بتاع يعني جاتني كورونا قبل كده من حوالي سنه، يعني انت اخد دلوقتي ولا ايه؟ تمام شكرا. تمام. ينفع تاخده دلوقتي؟ يعني أنا عندها سكر اصلا لازم تاخده وتاخده وتاخده. طيب. السكر اصلا من الامراض المزمنه، من الامراض اللي بتاثر على مناعه البني ادم. اذا كان جالها كورونا، انا ما سمعتش هي جالها كورونا بقالها قد ايه، لكن لو اصيبت يبقى لازم تستنى 3 اشهر بعد ما تخف، ده الافضل. كان بقالها سنه. بقالها سنه يبقى خلاص تروح تاخد اللقاح، لان طبعا خصوصا مرضى السكر مرض مزمن، مرض بيلخبط مناعه البني ادم، فالافضل انها تاخده. تمام. طيب الناس اللي عندها مشاكل بعد كورونا زي وجع المفاصل، هل المفروض ياخدوا ادويه معينه ولا لا؟ بنفضل ما ندهمش ادويه قدر المستطاع، وخصوصا الادويه المسكنه للالم. ممكن يبقى في سبورت زي ما قلنا قبل كده، سبورت نفسي ان احنا بنتكلم معاهم، ده بعد الفحص الدقيق طبعا، ونتاكد ان مفيش اي بقايا للعدوى، مفيش اي امراض اخرى، لان لخبطه المناعه نفسها اللي بتحصل بعد الكورونا ممكن تخلي جسم الانسان نفسه عرضه ان يحصل نوع من انواع الالتهابات العضليه والروماتيزميه والمفصليه، وفي عيانين ظهر عندهم بعض الامراض المناعيه بعد الاصابه بالكوفيد، حاجه زي الفايبروميالجيا مثلا، زي التهاب التوتري العضلي وغيره. فالمفروض الاول ان بنفحص العيان الاول، بنسمعه، بنطمن ان هو الحمد لله ما عندوش اي حاجه تانية، بعد كده بنبتدي نطمنه، بنعمل له اول حاجه اسمها هيلث اديوكيشن، لازم نعلم العيان الاول هو عنده ايه، ايه اللي تعبك، عشان يقدر يفهم، لانه لو فهم هيرتاح ومش هيبقى قلقان من حاجه فيما بعد. تاني حاجه ممكن يتناول بعض الحاجات المضاده للالتهاب او المسكنات البسيطه عند اللزوم. بننصحه بالاكل الصحي، بالاكل اللي هو متوازن ما بين الخضروات وما بين البروتينات والحاجات دي، وممارسه الرياضه مهمه جدا، النوم بقدر كافي وخصوصا فترات متصله من 6 ل 8 ساعات يوميا، شرب السوائل والميه وممارسه الرياضه، كل ده هيفرق معاه كتير وهيحسنه كتير مع الوقت. واللي بيفهم فعلا وبيبقى مدرك ومش قلقان منهم بيقدر يتحسن بسرعه وبيستفيد. تمام. معانا تليفون. وفاء. ايوه. اهلا. انا بنتي عندها شلل دماغي وشلل رباعي، ليها تطعيم، وازاي اتعامل مع الصحه معاهم؟ اروح لهم ازاي؟ انا ساكنه لوحدي وبنتي لوحدي، اروح لهم ازاي؟ وهل ليها تطعيم ولا لا؟ وايه السايد افكت اللي هيحصل لها بعد كده؟ تمام. الف سلامه وشكرا على المكالمه. اتفضل. اولا الف سلامه عليها. هي ما فيش برضو ما يمنع من اخذ اللقاح والتطعيم. بالنسبه لتعامل ازاي مع الوزاره، في سايت للوزاره بنسجل عليه الاسم، وهم اصلا بيدوا اولويه لاصحاب المشاكل والامراض المزمنه، غالبا بيجي لها الدروب وبيجي لها رساله فيها العنوان والمكان اللي المفروض تروح تاخد فيه وبتاخد فيها اللقاح. هل بقى فيهم يعني اكسبشنز مثلا لحاله زي ما بتقدرش تتحرك ولا لا؟ ما عنديش معلومه بصراحه، ما اقدرش اجاوب. تمام. طيب لو حد جاله كورونا قبل كده وما عداش 3 شهور واخد التطعيم، هل فيها خطوره؟ في العموم ما فيش خطوره. وزي ما قلنا قبل كده ان في نوع من يعني هو يعني قلقان او مستعجل او مثلا مسافر مكان وعايز ياخد مثلا دوكيمنت ان هو متطعم او غيره، ممكن يتوجه لاقرب للمعمل ويعمل تحليل الاجسام المضاده للكورونا، لو لقى النسبه كويسه يبقى خلاص ممكن ياجل التطعيم لغايه ما يبقى الدنيا يعني لغايه ما تبقى ظروفه سامحه، وبعد كده ياخد التطعيم ما فيش مشكله. طيب معانا الاستاذ احمد. ايوه يا حبيبتي. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. الدكتور والله يكلمه. اتفضل. لو سمحت والله عندي اجسام مضاده فيروس سي، وكنت عملت بي سي ار مرتين طلع صفر، فهل ممكن الواحد يطعم؟ طيب مفيش مانع من التطعيم طالما مفيش اجسام مضاده.
التطعيم افضل له، لان هو برضو ده مرض مزمن. التطعيم ملوش اضرار على الكبد حسب ما هو متاح من معلومات حتى الان، مفيش ما يمنع من اخذ التطعيم. تمام. طيب انا يهمني بقى في سؤال مهم جدا، هل طبعا المناعه اهم حاجه نشتغل عليها صح؟ تمام. هل حضرتك بتنصح باكل معين؟ طبعا مش لرفع المناعه، رفع المناعه دي قصه احنا طبعا اتكلمنا فيها كتير، بس برضو حابه برضو اسمع من حضرتك حاجه معينه لرفع المناعه، وايه اللي المفروض ما ناكلوش بقى علشان فعلا مضر لمناعتنا بالذات مع كوفيد. طيب بالنسبه لايه، يعني خلينا نجيب السؤال من الاخر، ايه اللي المفروض ما ناكلوش؟ دايما الحاجات اللي هي التيك اواي، الحاجات اللي فيها المقلي كتير قوي واللي داخل فيها الزيوت الصناعيه والحاجات دي ممكن نقلل منها على قد ما نقدر. نضيف للاكل العادات، التدخين مضر جدا بالمناعه وبيلخبط جهاز المناعه بقدر كبير جدا، وفي بعض الامراض المناعيه اصلا زي الروماتويد التدخين باحيانا كتير جدا بيستثير الجهاز المناعي ويخلي العيان اصلا يظهر عنده الامراض الروماتيزميه والمناعيه. بالنسبه لايه اللي ناكله وايه اللي يظبط جهاز المناعه، زي ما قلنا اهم حاجه الاكل يكون متوازن، يعني بيشمل كل حاجه، خضروات وفواكه وبروتينات بانواعها، سواء كان في حاجه معينه لان زي مثلا فيتامين سي، الزنك، كل في حاجات معينه التركيز عليها، دي حاجات سبيسيفيك قوي بالنسبه للكورونا. اهم حاجه فيتامين سي، وفيتامين سي موجود في الحاجات اللي هي الموالح زي الجريب فروت وزي البرتقال وزي الليمون والحاجات دي. الزنك مهم جدا وموجود في المنتجات البحريه زي الاسماك وغيرها. فيتامين دي في كلام عليه برضو ان هو بيفيد شويه المناعه وبيظبطها، وفيتامين دي للاسف مش موجود في حاجات كتير في الاكل، وهو طبعا يعني السورس بتاعه احسن مصدر لفيتامين دي الشمس، التعرض للشمس. في طبعا مستحضرات كتير للفيتامين دي موجوده، او ممكن مثلا في صفار البيض، في التونه، ممكن في الحاجات اللي هي برضو زي الاسماك والحاجات دي موجود. دي اهم حاجات. السيلينيوم برضو بيفيد، السيلينيوم موجود في الاسماك برضو ومنتجاتها، من الحاجات المفيده جدا للمناعه وبتظبط الجهاز المناعي بقدر كبير. يعني ننصح مثلا بمالتي فيتامين ياخدوه كسبلمنت صح كده؟ مفيش مانع. تمام. احنا معانا ليلى. ايوه اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا مدام سالي؟ اهلا بحضرتك، اتفضلي. لو سمحتي انا بس كنت عايزه، انا خدت التطعيم استرازينكا وانا عندي السكر، واول يوم جسمي وجعني وسخنت شويه، وبعد كده ثالث يوم حصل عندي لما اخذ اسهال شديد، وبعد كده السكر نزل عندي 30، وكنت هدخل في غيبوبه، يعني ابتديت ادخل في غيبوبه مع العيال وكده. فاخد الجرعه الثانيه ولا لا؟ انا مش عارفه، فانا خايفه من الجرعه الثانيه، يعني اخدها ولا لا؟ هنجاوب عليكي حالا. شكرا على المكالمه وسلامتك يا رب. الف سلام على حضرتك. هو ده طبعا جزء من الاعراض اللي ممكن تحصل، واحنا قلنا ان ممكن الفاكسين نفسه يسبب بعض الاعراض. بس ان السكر دم ينزل عندها كده؟ ما اعتقدش ان نزول السكر كان من التطعيب، ممكن تكون فعلا ممكن في اكلها في عشان الاسهال مثلا اللي جالك، فكان ممكن تغذيتك ممكن الدائرية نفسها اللي حصلت هي السبب، انما موضوع ان هو يعمل نزول السكر صعب شويه، وصعب ان احنا زي ما قلنا ناخد تطعيم الاول استرازينيكا مثلا وبعد كده نروح لتطعيم تاني، ده مش ريكومندد خالص ومش مستحب. بس هي بتسال تاخد الجرعه الثانيه عادي صح كده؟ يفضل انها تاخد الجرعه الثانيه عادي خالص، مفيش اي مشكله. تمام. انا بشكر حضرتك جدا. شكرا لحضرتك يا فندم، شرفتنا جامد الحقيقه. شكرا، ميرسي. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. هنروح بقى فاصل ونرجع. بالنسبة لك ايه هي عبارة عن؟ في خيانة زوجية، ده غدر بنوعه طبعا، عشان ما صنتش اللقمة، ما صنتش العيشة، ما صنتش العيشة حلال، بس ما تسامحش. لا ما سامحش طبعا. خيانة زوجية بتبقى من ورا الزوجة، فالمفروض ان الكلام ده بيبقى بالاتفاق، لو هي قابلة ان يبقى ليها زوجة تانية تمام، بس الخيانة دي بتبقى من وراها، فأنا من الأول مش قابلة الوضع. احنا هنا في مصر مجتمعنا شرقي، ودي الحاجة الوحيدة اللي مستحيل الراجل يسامح فيها. موضوع كبير مش بسيط، يعني ان هو يتعدى.
ليه بقى؟ لا اسباب كتير يعني، بس مش حاجه ان ينفع ان انا سامح فيها يعني. دي حاجه ما تسامحش فيها ابدا. مقابل ان انت برضو ازاي يعني، المفروض ان انت المقابل بتاعك ان انت برضو طالما دي حاجه مش هتقبلها على نفسك يبقى ما تقبلهاش على اللي معاك. صعب يقبلها. ممكن البنت ممكن عندها فرصه اكتر تسامح يعني، متخيل كده، معرفش ممكن يكون انا غلط بس متخيل كده. هي اصلا فكره الخيانه يعني التفكير في الموضوع اصلا حاجه بشعه يعني، ما تحتملش. بتسيب مراتك تفتش في تليفونك؟ عادي. لا بسيبه عادي عشان بيناش ما اصلا ما فيش حاجه تبين ان انا بخونة. عادي يعني، واثق من نفسي الحمد لله. لسه كان المفروض ان انا لو هختار واحد يكون انا واثقه فيه وهو واثق فيا، مش هنفضل ندور ورا بعض يعني. انا مش هاخد واحد خاين افضل ادور وراه بجد، دي فرهضه. لازم تكون واثقه في جوزها وكده، وهو واثق فيها طبعا. اصلي اللي بيعمل حاجه وعايز يخبيها هيبقى عارف برضو، لو حد بيفتش هيعرف ان هو يمسح يعني. مش صعب قوي ان حد يبعت لاي حد مسج بيعمل ديليت يعني للمسجز، فمش التفتيش مش هو اقصى حاجه يعني. لا من وراه دي مش كويسه، دي بتعتبر ان هي ما عندهاش ثقه في نفسها او في اللي معاها، انما هو برضاه اهو فتشي يعني. انت عارف حضرتك ان من طبيعه الستات في مصر ان هم حتى بيشكوا في صوابع ايديهم. هو انا متخيل ان سبب المشاكل ان الطرفين يفتشوا ورا بعض. هو الشك حاجه وحشه، بس يعني ممكن اكون انا السبب يعني، ممكن اكون انا اللي مخليها تشك فيا، بس هو هي حاجه برضو الشك مش حاجه حلوه. لما كان الموضوع في الاول وبيبقى في عدم او يعني في قلق، فكان بيبقى الموضوع اللي هو لا انت ليه قافل الموبايل وليه، طب ليه ما بصش ليه. لكن لما بقى خلاص بقى في ثقه وبقى انت مش عندكش حاجه تخبيها فخلاص. لكن ستات كتيره جدا بتعمل الموضوع دوت لان هو في حاجه قلقانه منها وفي حاجه هي حاسه كده، بيبقى عندهم جوه سنس كده. والله حقيقي بيبقى عندهم حاجه، وسبحان الله مهما انت حاولت تخبي بيعرف. لا مش هفتش يعني، ممكن مثلا استخدم موبايله عادي، مش اللي هو بقى وهو يستخدم موبايلي عادي مثلا لو هعمل مكالمه ممكن يبقى عادي الموضوع متاح، بس مش لدرجه ان انا افتش بقى واشوف بيعمل ايه والكلام ده. لا كده هي مش واثقه فيه، هي لو واثقه جوزها قدامه وتفتش وتلعب التليفون عادي مفيش اي حاجه. انا بفتح لها الموبايل وبتفتش براحتها، ووقت ما بتزهق منه بتسيبه بتلعب عليه ببجي كمان. هو لو حد اصلا عايز يعمل حاجه غلط هيعملها سواء انت بتفتش وراه او لا. هو حابب ده اوكي مفيش مشكله، بس انا متخيل عاجلا ام اجلا لازم هتبقى في مشكله حتى لو حاجه بسيطه. اهلا بيكم معانا من الفاصل. عجبني قوي اللي اعترف وقال ما يمكن انا اكون السبب ان انا بخليها تشك فيا بطريقتي. اهلا بيكي منوراني. النهارده معانا دكتوره نانسي ماهر، لايف كوتش وخبيره في العلاقات الاسريه. منوراني. ده نورك. ده نورك. مبسوطه جدا بوجودي معاكي. انا كمان جدا الحقيقه. موضوع النهارده موضوع مهم خطير. لانه خطير وللاسف ليه زوايا كتيره جدا، سواء بقى بيبتدي من اول هل مسموح ان كل واحد يفتش موبايل التاني ولا لا، طب لو في شك تعمل ايه، طب لو في خيانه فعلا الواحد يعمل ايه. الخيانه انواع ليها كذا حاجه. خلينا كده نبتدي بس من اول حاجه، ايه العلامات اللي بتبان على الشخص لو هو فعلا بيخون؟ الاول بشكرك جدا على وجودي معاكي، يعني انت عارفه قد ايه انا بحبك. الموضوع فعلا شائك وخطير. العلامات حاجات كتير قوي. مبدئيا هو الخيانه انفصال وانجذاب. يعني ايه؟ يعني بنفصل من كيان معين اللي هو سواء بقى مراتي، جوزي، خطيبي، خطيبتي كده، بنفصل منه وبنجذب لحاجه تانية. لو هنتكلم عن الخيانه العاطفيه تحديدا يعني، فالعلامات بتلاقيه حسب how professional he is، مدى احترافية هذا الشخص في الخيانة. يعني في ناس بتبقى محترفة بحيث ان ما تبينش علامات خالص. والأفلام بتاعت زمان كان يقول لك الراجل لما يجيب لمراته هدية غالية قوي يبقى هو عامل عاملة فظيعة. أيوة. وفي ناس قال لك حسب ثمن الهدية يبقى هو غلطان غلطة شنيعة. فالحاجات دي كلها ايه يعني علامات. اللي مش بروفيشنال ربنا يرحمنا يعني، اللي هو مثلا هفوة مرة كده بتلاقيه متوتر، قلقان جدا، الموبايل فيه 17 ألف لوك في كل حتة،
كل الابلكيشنز بكل اشكالها معمول لها باسورد مستحيل حد يقرب لها، بيبقى موبايل في مكان خطير كده وبيبقى لازق فيه، يعني هو ما يسيبش الموبايل، موبايل بالذات احيانا بيقفل موبايله ويختفي. احنا طبعا مش عايزين نشكك الناس لانه كل ده بيبقى ليه جوانب عاديه، يعني موبايل ممكن يتقفل البطاريه خلصت مثلا، بس لو بتتكرر كل شويه بالظبط، لو بتتكرر او لو معاها حاجه ليها علاقه بالعلاقه بقى، يعني مثلا ايه مش عاجبه حاجه على طول بينتقد، على طول غضبان، مش قابل يقعد مع مراته او مش قابله تقعد مع جوزها، بيديتاتش او بينفصل من العلاقه الحميميه او العلاقه الجسديه، بيهرب، خلقه ضيق، مش طايق يقعد في البيت. وطبعا بيبقى بقى لو هي علاقه واحده بحد تاني بيبقى حسب الابس اند داونز بتاعت العلاقه دي، يعني لو هي كويسه بتلاقيه لطيف ويوم ظريف وحلو مع الولاد ومراته وكل حاجه، ولو هي مثلا متضايق منها او متضايقه منه يبقى اليوم ده يوم نكد. غالبا بيبقى الموضوع كله ليه علاقه بالتركيز والسلوك. تمام. هو في كل الاحوال دايما دايما الست بتعرف وبتحس لو عمل ايه، لو جاب هدايا ما جابش هدايا، لو على طول رادار الست لازم بتحس ده على طول، بتحس من كل حاجه لان الست بتعشق التفاصيل وبتركز جدا في كل تفصيله، فحتى بتركز في كل حاجه، في طريقه لبسه، في ريحته، مش بقى الشعر الاصفر اللي على الجاكيت برضه زي الافلام الابيض والاسود، لا هي بتبص بتشوف تقول لك جوزي سرحان. والاعجب اللي انا شفته برضه مع حاجه غريبه جدا، انه واحد بيجيد انه يخبي نفسه بس تلاقي ربنا بيكشف ستره، يعني يتصل بيها بالغلط، شو تسمع حاجة، تكون في مكان وتقابله بالصدفة مع حد، ودي بقى يعني بتبقى حاجة كده ايه، يعني ما اعرفش بقى ربنا عايز يفوقه. صح يعني صح، دي حقيقة. طيب هل المفروض الست تتكلم معاه لو عرفت فعلا ان هو بيخونها، هل المفروض انها تتكلم معاه وتبين له ده، ولا المفروض ان هي لا تعمل نفسها مش عارفه خالص وتكمل حياتها عادي؟ ايه الصح؟ خلينا نقول بلاش نقول حاجه قاعده، بس نقول انه بلاش، يعني الحاجه الوحيده اللي عايزين نقولها بس مبدئيا بلاش تتصرف اي تصرف وهي منفعله، لان اللي بيبقى عامل يعني خيانه ده بيبقى بنمثلها زي العربيه اللي تعرضت لحادثه توتال لوس، يعني العربيه كلها اتدمرت. النفسيه بيعرفوها في الابحاث ان الم الخيانه يضاهي اصعب الام الجسديه تعب، يعني اللي بيتخان ده بيحس من جواه انه موجوع زي الام مثلا الولاده، زي الام بعد الشر، الاورام المتعبه، يعني العلاجات المتعبه بيتعب جدا. ففكره الكسره مع الصدمه مع الانهيار مع التصرف، غالبا التصرف ده بيبقى غير مدروس. فالصح هو ان نستنى، بلاش نتصرف واحنا منفعلين، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه دي اصعب خطوه اصلا، دي جدا جدا، لان الواحد يتحكم في نفسه في لحظه ما يعرف حاجه زي كده، في ناس ما بتتحكمش بصراحه ومحدش يقدر يلوم عليهم. يعني انت مثلا حاسه انك عايزه تدشدشي البيت، هي غضب تملك من نفسها، هي مش قادره تقفله، وعلى قد حجم التضحيه وعلى قد حجم ما تعبت وعلى قد حجم ما مقدمه حب وعلى قد حجم ما هي بتحاول تراضيه، او العكس طبعا عشان برضو في سيدات بتخون عادي زوجات، على قد ما بيبقى حجم الغضب وحجم الصدمه وحجم الانهيار. في ناس بتحاول ان هي تمسك نفسها وما تبينش خالص، ودول بيبقى عندهم درجه عاليه جدا من الحاجتين، غالبا بتبقى شاكه او مش اول مره، والحاجه الثانيه انها بتبقى خلاص هي عايزه تملك تقذم غيظها، يعني لغايه ما تفكر وتشوف هي عايزه تعمل ايه. المواجهه ولا لا حسب حاجات كتير قوي، يعني حسب. انا قد دايما اقول للناس اللي معايا اقول لها انت هتواجهي، انت قد المواجهه ولا لا؟ ده مش معناه انا بقولها ما تواجهيش، بس معناه ان انا محتاجه ابريبير ماي مايند، ارتب دماغي على ان هي تبقى قد المواجهه، لان في ناس ما بتبقاش قد المواجهه. يعني في ستات بتروح تواجه جوزها يقول لها اه انا كده واللي عندك اعمليه، طب طلقني انت طالق، هي بتشيل بقى الليله كلها ولاده، ما بيبقاش معاها فلوس والدنيا بتبقى متازمه والوضع كله بيبقى مضري. في ناس تانية بتروح لجوازها مثلا تقول له انا غلطان انت عملت كذا، ينهار ويقطع عليها خط انها تعاتب او كده، ويقولها خلاص، ويعني بالبلد يعني سوري في اللفظ بس ياكلها في الكلام كده، وما تزعليش وكانت غلطه وكان شيطان وانا ما اعرفش دماغي كان فين، واقفل الليله على كده وهي بقت تمام. فساعتها هي كمان ما بتقدرش تعاتب، وبيقطع عليها الطريق انها تتكلم معاه اساسا. مدارس كتير وسيناريوهات كتير قوي، بس المهم مبدئيا بلاش تصرف واحنا منفعلين، تتكلم معاه حتى لو خلاص هي امتصت الغضب بعد ما تمتص او حاول تهدى، تتكلم معاه ولا لا؟ بتمتص الغضب وتحسب امورها كويس وتتخيل كل ده اللي بنعمله علميا، يعني وتتخيل كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل وتتخيل ردوده عليها وافكاره، يعني دي بتبقى عاده بمساعده حد مساعد، يعني حد متخصص، وبعدين تقرر.
في زي ما بقول لك في ناس المواجهه بتضرها ما بتساعدهاش لانها بتبقى بتوقيت غلط وبطريقه غلط، وفي ناس لما بتقعد ترتب المواجهه دي تمام، بس في كل الاحوال في الاخر سونر اور ليتر لازم تكوميونيكيت ولازم تتكلم. تتكلم ليه بقى؟ لان هي هتتغير ومعاملتها هتتغير وهو هيبدا يشك انها عرفت او العكس، وكل تصرف هيحصل بعد كده هيبقى هتلام عليه، لو اثرت هتلام على التقصير في حين ان انت عامل كارثه بس مخبي يعني. ففي الاخر بنوصل لطريقه معينه للتواصل بطريقه حكيمه وبعقل كده ومدروسه يعني بندير الحوار. هي الفكره ان في ستات لا بتقول لو هو عرف يبقى خلاص بقى امر واقع. بالظبط خلاص بالزبط. في واحده او هيتحطوا قدام مقارن. يا دي يا دي ده حقيقي. لكن في حاله ان هو ما يعني هي ما عرفتهوش اي حاجه، لا حياتها هتكمل عادي. ده حقيقي. وعلى فكره لو حياتها كملت عادي في اكتر الاحوال التانيه بتتجنن ان ايه ان حياته ماشيه عادي مع الاولانيه، وبتبقى عايزه باي طريقه تبوظ الحياه الاولانيه دي باي طريقه. لكن لو الحياه الاولانيه دي ثابته ومستمره وعادي التانيه لا ما بتستحملش، دايما عاده بتبقى عايزه تدمر ده. فهل تنصحي ان هي ما تعرفش بحيث ان ده الاساس يبقى ثابت وما فيش حاجه هزاه خالص بحيث التانيه تروح في حالها في يوم من الايام، ولا ما هي وارد ما تروحش يعني؟ ما بقول لك بس هتفضل دايما هي دايما تحت مهمش. هي مش يعني هي دايما تحت. انا شفت ناس كانوا مهمشين وحتى والزوجه مش عارفه فضلوا يسعوا ان هم برضو يبوظوا البيت حتى لو الزوجه مش عارفه. فالموضوع ملوش قاعده لكن ليه دراسه. دراسه بمعنى ايه؟ بمعنى يا ستي تعالي لو جوزك، لو انت اتكلمتي جوزك هيتعامل معاكي ازاي؟ انت قد اللي هيعمله ولا لا؟ هل انت مستعده مثلا لو هو الموضوع وقف على طلاق، هل انت مستعده للطلاق لأن دلوقتي هي ولا لا؟ هي لو ما قالتلوش هي دايما هتبقى منتصره دايما. مين اللي ما اللي هي زوجته الاساسيه لو ما قالتلوش هتبقى دايما في حاله انتصار. صدقيني انتصار ظاهري بس من جوه بتبقى بتولع في نفسها، فده بيبقى حاجه صعبه قوي يعني. مش كل الستات بتستحمل. لو صبرت هتكسب يعني. انا قدامي أحيان. مثال فعلا أحيان. فعلا انا الست اللي حصل يعني حد قريب لما عرفت ان جوزها هيتجوز عليها مش عايزه اقول لك نفسيا الدموع كانت نازله ازاي، وحالتها كانت فعلا صعبه 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 جدا لانها كانت بتحبه جدا. صبرت وما انفصلتش وكملت وكل حاجه، وهو اخد جوازته وكمل وكل حاجه. دلوقتي رجع لها وبقت هي الاساس عنده، ياخدها في سفرياته في كل حياته في كل حاجه، والتانيه اللي ما تعرفش. ده موديل حلو جدا ومتكرر كتير، بس ساعات هي بتصبر وتسكت وتفضل ساكته وبتدمر نفسيا اكتر. فعشان كده بقول لك وحسب شخصيه الزوجه وحسب شخصيه الزوج وحسب طبيعه الموقف، لان في واحده لو هي صبرت وسكتت اللي قدامها بيتمادى. واحيانا ما بيبقاش جواز، واحيانا ما بتبقاش واحده ست واحده، واحيانا بيبقى ادمان علاقات وادمان علاقات جنسيه وادمان لا دي حاجات. دي قصه كبيره بقى. سكوتها ساعتها هيأذيها اكتر ما هيخليها تتكلم. فكل كيس بتبقى حسب الظروف بتاعتها. عشان كده بقول لك مهم ان احنا ندرس معاها ابعاد الجوازه كلها قبل ما نقول هي هتعمل ايه. صح. وسونر اور ليتر تكوميونيكيت وتتكلم بس بشكل مدروس. هي المشكلة ان الراجل يعني ما بيبقاش عارف ابعاد، ما هو بيبقى فرحان في الاول كده بيبقى واحدة تانية ومش عارفه يلبس الجوازة بالخلفة التانية وبس كده. مش عايزة اقول لكم بيرجع منهار ان في اتنين على رقبته بيجننوا الاتنين، كل واحدة ماسكاه من ناحية وفعلا بيتشرح بقى بيتشرح. هو لو يدرك الكلام ده كله ما كانش عمل ده من الاول. لو يدرك. طيب احنا معانا اسئله سوشيال ميديا، ولكن قبل السوشيال ميديا سؤال حابه اساله ومهم جدا. هل طبعا مش شرط دلوقتي في خيانه ولا حاجه، ولكن الست عايزه تطمن قلقانه طريقته بتخليها عايزه تشوف موبايله. في رجاله ماسكين الموبايل 24 ساعه ما بيسيبوش لازق في وشهم كده خلاص. هل في الحاله دي المفروض ان هي صح ان هي تمسك موبايله وتبص فيه، ولا في كل الاحوال ما تبصش في موبايله؟ يعني الصح ان كل انسان ليه بيرسونال سبيس وليه الحدود بتاعته وليه مساحته الشخصيه. فالمفروض ان ما فيش حد يمسك موبايل التاني. لكن لو الموبايل اللي ملزوق في وش، يعني في ناس كتير جدا لازق موبايل في وشها دلوقتي، بس لو الموبايل ملزوق في الوش ومعاها اعراض تانية
زي ما بقول لك ان مثلا هو مش طايقها، مش طايق يقعد معاها، على طول متعصب، خلقه ضيق، او يوم تاني كيوت قوي ومبسوط خالص، وتاني يوم العكس تماما، بيهرب بالموبايل. يعني لو مثلا ولد بيطلب منه اوبر ولا حاجه ابنه، ولا هتلاقيه متكهرب واقف فوق راسها وفوق راس ابنه لغايه ما يطلبه، لا يبقى ساعتها في اعراض، وساعتها نتصارح الاول. واحنا بنتصارح بندي انذار. يعني هو التصارح ده بيبقى سنه ايه، مشروط، او بيبقى فيرست ورنينج، تحذير اولي، اللي هو بص احنا دلوقتي هنتكلم انا حاسه ان في حاجه مريبه، ولو في حاجه وانت تقدر تلمها اتصرف قبل ما الموضوع يكبر، بس احنا محتاجين نتكلم عشان اللي بيحصل ده مش طبيعي. وانا كزوجه ببقى حاسه دايما، حتى بنعملها بشكل كوميك كده في الكورسات او حاجه، بقول لهم بمثل السين، يعني اقول لهم انت كزوجه هتقولي له انا بحس، فبلاش تتهاون باحساسي، فخلينا نفكر مع بعض. يعني لو انت في حاجه وقادر تقولها لي دلوقتي ونحلها سوا، لان نحلها سوا دي احيانا بتحل مشاكل كتير جدا. احيانا الزوج بتبقى هفوه او الزوجه بتبقى هفوه، وتروح لجوزها تقول له على فكره انا حاسه ان انا مثلا تباديت في الكلام مع الشخص الفلاني على الواتساب او على الفيسبوك بشكل سنه مش ظريف، وانا عايزه اوقف الموضوع. دي كده بتلحق القصه بدري بدري. طب ايه رايك؟ وهم الاثنين يتحدوا مع بعض ان هم يوقفوا القصه دي، فساعتها بيبقى فعلا كفه واحده في وجه الغدر او في وجه الاذى. لكن لو بقى الموضوع تحول ان انا وكيل نيابه وقاعده حطاك تحت الميكروسكوب وبفتش في هدومك وفتش في محفظتك وفتش في الموبايل، لا في طريقه اسهل بكتير قوي. شريره انا يعني بصوا انا بس عايزه اقول حاجه، ان اوقات ممكن جدا الراجل يتحط في موقف ويضطر يرد بلطافه او يعمل يجاري بس كده ومش عارفه ايه، بس حاجه هتعدي وتروح بسرعه عشان الواحد ما يخشش يعمل مشكله كبيره او مشكله كبيرة. انا بس باكد تمام قبل ما اقول لكم النصيحه، الطريقه السهله ان الواحد يعرف بيها بدل ما ناخد موبايله، تبي في مره تقولي له حبيبي انا الموبايل بتاعي بس الخط قفل عليا وانا محتاجه ضروري اعمل مكالمه دلوقتي، لازم اعملها، ممكن معلش اعملها موبايلك، فتروح واخده موبايله. وايه طبعا هو مش هيقول لها لا، ما ينفعش، هيقول لها لا ازاي، ما تروح واخده موبايله وعامله المكالمه، وتلف بقى في الشقه، لو جري وراها في الشقه مش عايز يسيبها لحظه بالموبايل يبقى اعرفوا ان في مشكله. ما هي دي، وفي برضو الامهات الزوجات الشداله اللي هو اطلب اوبر لابنك، فيعني ده ما فيش هتقدر تقول ايه، فنفس الفكره. لا بس انا مش فاهمه بتاعت اوبر دي، يعني الولاد ساعات بيروحوا دروس او حاجه باوبر، فاوبر ده ابلكيشن، فانا ما بعرفش اطلبه، انت خد اطلبه او هات اطلبه من موبايلك، فتطلب له حاجه. هي اي وسيله معينه الواحد يعمل حاجه من على موبايله، سواء اتصال او ان هو الواحد يعمل. لا هي الستات ما بتغلبش برضو، خلي بالك. وبعدين هو الموضوع ما بيقفش عند درجه واحده، على قد حجم الالم اللي عندها، في ستات كل الالم اللي عندها ده بيتحول لانتقام، والانتقام يعني في ألف افلام كتير ومسلسلات كتير وقصص كتير، انه وابحاث على فكره، ان الم الخيانه بيتحول لكتله غضب احيانا لا تضاهي اي غضب طبعاً بشري طبعاً. فالغضب ده حاجه من الاثنين، لو هي من جوه ناويه على الخير هيبقى امان، لكن لو هي فيش سنه انتقام مع الغضب خلاص كده هي ممكن تدمر الدنيا. صح، الست بيبقى عندها كمية طاقة وكيد مش طبيعي لما بتحس بألم الخيانة، ده حقيقي. ورد فعلها حسب كل ست، ممكن يبقى انتقام مرعب، ده حقيقي. حسب كل ست، ده حقيقي. برضو فعلا حسب كل جوازة، وحسب كل جواز. يعني ممكن يكون الزوج ليه كريدت عالي قوي، عنده رصيد عالي قوي 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 من الامان والثقه، وزي ما حضرتك قلتي كده هفوه، فهي ادركت انها هفوه وادركت ان هو رجله جت بس مش قصده، فساعتها هتحدد ليفل اللي هو زي الترمومتر كده او زي سكيل، هتحدد ليفل المسامحه وليفل العفو وليفل هنستفيد من التجربه ازاي. يعني انا شفت تجارب خيانه بعدها البيت بقى حاجه تانية خالص. ليه بقى؟ لان الخيانه بتبقى هي المحطه النهائيه، لكن قبلها بيكون في محطات كتير قوي تم تجاهلها. وانا زي ما قلت لحضرتك في اول جمله خالص، انا بديتاتش، انا بنفصل عن اللي معايا نفسيا روحيا عقليا، ابقى منجذب لحاجه تانية، منجذب لفكره، منجذب لطيشان، منجذب ان انا عايز اعيش شبابي اللي ما عشتوش لاني اتجوزت بدري كزوج او كزوجه على فكره، منجذب لحاجه. فهي الطرف الثاني بيحس الاهمال، بيحس الديسكونكشن اللي هو عدم التواصل. أيه. بيحس بيحس بيحس. فاحيانا في ستات او رجاله لما بيشوفوا ان في خيانه بيتوقعوا ان ايه، ان ده التطور الطبيعي لحاجه ساعه، فخلاص هو انت كده تطور علاقتنا اللي بايظه دي هو حاجه زي كده. وساعتها الخيانه لما بتبقى فيكست بترجع البيت احسن بكتير جدا 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 مما كان في الاول، بس ده محتاج
يعني درجة عالية جدا. والفكرة برضو لو الناس تفهم ان دايما الانجذاب لاشخاص تانية ده بيبقى حاجة فلير كده مؤقت جدا وبيروح على طول في حاله، لان اي علاقة اتنين هيخشوها مع بعض بجد سواء بجواز او مش بجواز، علاقة كده كلام وخلاص، ليها نهاية، ليها نهايه من ناحيه المشاعر القويه اللي في الاول، وتبتدي بقى للمشاعر. علاقه بشكل مختلف فيها بقى ريسبونسبيليتي او فيها توقعات من كل واحد متوقع التاني في حاله معينه، وبتبتدي بقى المشاكل تحصل. هي. فمفيش علاقه على الكوكب كله كلها خيال وجمال وسعاده وحب، مفيش. والحب قرار الواحد بياخده، يعني مفيش حاجه اسمها راجل مثلا اصل انا وقعت في حبها مش قادر وخلاص وشدتني وحبيتها، ومفيش الكلام ده. الحب ده بيجي بقرار من المخ، انا موافق احب، فمحدش يقول انا فجاه حبيت من نفسي كده، لا، انت اللي وافقت لنفسك انك تعمل كده. الانجذاب المبدئي ده على فكره بسبب هرمونات وحاجات وكيمياء في المخ معينه، فهي الفكره ان انا مجرد ما احس بالانجذاب ده مهم جدا ان انا اعي زي ما حضرتك قلتي بالظبط، ان احرك الموضوع العقلي الواعي واقول له خلي بالك صح كده، انت داخل في سكه خطر. وطبعا ذا سونر ذا بيتر، يعني انا لو قدرت اوقف طريق بدري ده كده هيهديني انا احسن، وهيلحقني من كوارث زي اللي حضرتك لسه قايلاها. ومن ناحيه الست برضو انه مهم جدا تشوف هي طب مقصره في ايه، لان اوقات كتير ممكن بس يعني بس تكون هي مقصره في حاجه طبعاً هي مش واخده بالها. ما احنا قلنا في مراحل كتير، والخيانه لو اكتشفت ان هي السيرفس هي السطح، ومثلا في مشكله في التواصل نشتغل على التواصل، في مشكله في الاهمال من الطرف او التاني نشتغل على القصه دي، في مشكله في العلاقه الجسديه نشتغل عليها، في مشكله في الكرامه او في البرستيج وفي الاحترام بنشتغل عليها. كل الحاجات دي بتخلينا معديين في قطر طويل قوي، زي ما الخيانه خدت قطر طويل قوي عشان توصل لمحطه سيئه، بنرجع احنا بقى كل الخطوات دي باك عشان نرجع تاني للبدايه الحلوه. بالظبط، لان اوقات في حاجات ممكن الست ما تحسش ان ده السبب، زي حاجه بسيطه جدا لما الراجل مثلا ما يحسش برجولته جدا بالظبط، مش مدياله احساس ان هو راجل، حاجه صغيره عند الست ممكن تعملها بكلمه، لكن عنده هو كبيره وحاسس على طول. وبالذات الستات دلوقتي بقت واعيه اكتر وبتشتغل اكتر وبقى ليها دخلها الخاص، فبقى سهل قوي انا ليا كياني، انا ليا حياتي، ليا دخلي، ليا، وتنسى حته احتياج الراجل اللي هو بالفطره ان هو محتاج جدا يحس برجولته بالزبط معاها. بالظبط، فبالتالي على طول تلاقيه لا عايز يدور على اللي تديله احساس الرجوله ده. القصه دي منتشره جدا بالزبط. جدا جدا جدا، لان هي اللي بتجيله دي بتجيله تديله احساس الرجوله، يعني هي بتديله احساسه ان انت اروع واحد في الدنيا، بتغمره بالحب والتقدير والاهتمام والطاعه الظاهريه، وتحسسه ان انت مفيش زيك اتنين في الكون، في حين ان هو مراته طول الوقت بتنتقده، طول الوقت محسساه ان انت مش فاهم، او ان انا اعرف اتصرف احسن منك، او مال هي بالولاد شويه او بالشغل او بحياتها او بصحابها عليه. وطبعا نفس السيناريو بيمشي بالظبط على الراجل والست، يعني في رجاله بتبالغ في اهمال زوجاتها، وهي مراته بتلاقي الاهتمام والليسنر الحد اللي بيسمعها بره، فتبدا تاتاتش، فتمشي نفس القطر تاني محطه 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 من غير ما ادرك ان انا القطر واخدني وبيجري. فاحنا يمكن حاجه زي كده التوعيه، المحاولات بتاعتنا ان احنا بنحاول نصحصح الدنيا بدري، انه يا جماعه بلاش البدايه الخطر، بسميها كده او بسميها الباب المورب، لا احنا صحاب وبنتكلم مع بعض بس، طب بنتكلم مع بعض بس دي كلمه عايمه جدا وملهاش معنى وبتدخلني في حتت كتير قوي. وحتى ساعات لما بنيجي نتكلم في ينفعش حاجه اسمها صحاب بيتكلموا، يعني اتنين متجوزين ما ينفعش الست يبقى ليها صاحب، وما ينفعش الراجل يبقى ليه صاحب، ما ينفعش صاحب، لان كلمه صاحب دي كلمه عميقه قوي. ممكن يبقى زميل عمل، ممكن يبقى زميل اكتيفيتي، لكن صاحب واشارك معاه اسرار بيتي او اسرار جوازي، اعرفي ان سونر اور ليتر ممكن يحصل حاجه، ودي طبعا مش قاعده بس يعني واحذروا جدا من صحاب القريبين بجد، القريبين اديكم شفتوا في تمثيليات رمضان هي تمثيليات كلها تمثيليه بجد حقيقي الواحد يحذر، لان اقرب الناس ممكن جدا بيخشوا في تفاصيل حياه الواحد، يعني صاحبتك بتخش في تفاصيل حياتك وبتبقى عارفه كل حاجه ومشاكلك
هناك وكل تفصيله، فسهل قوي ان اي حاجه تروح لقطه حته كده داخله منها وبس كده اخذت جوزك منك، او العكس ما ينفعش ان واحد مثلا يبقى موجود في حياه الراجل ويقعد يحكي له عن تفاصيل حياته، هي عملت معايا كذا، عارف عن مراته كل حاجه، فيخش هو من ناحيه الباب ده برضو يبتدي بقى هو يبين لها بقى قد ايه هو راجل وما عندوش العيوب دي زي جوزها، ويبتدي يخش لها بقى بالناحيه دي. ففعلا اقرب الناس احذروا جدا، ما تطلعوش اسرار بيتكم ابدا ابدا ابدا. صح. طيب احنا في اسئله سوشيال ميديا، في تليفونات جت بس قطعت في النص، احنا معانا تليفون دلوقتي. طيب ناخد اسئله السوشيال ميديا عشان ما حدش يزعل مني بقى، عشان لازم نروح لها دلوقتي. انا جوزي دايما مختلفين في الراي وتعبت من كتر الخناقه امام الولاد، اعالجها ازاي؟ بس سريعا عايزين رد سريع عشان في اسئله كتير جدا. المختلفين في الرد لازم اولا، بس حته الخناق قدام الولاد ممنوع عشان بس نوفر الكلام كتير. الحاجه الثانيه، مختلفين في الراي لازم نكون نحاول على قد ما نقدر لوحدنا الاول، ما ينفعش ندور على حد يساعدنا، نقرب وجهات النظر. بنعرف الروت كوز، بنعرف اسباب اختلاف الراي ايه، وبندرس سبب سبب ونحاول نقربهم من بعض. ده يعني ايه في عجاله شديد. لكن قدام الولاد ارجوكي بلاش اظهار اختلاف وجهات النظر قدام الولاد، وخصوصا لو حد بيكسر الثاني قدام الولاد دي بتبقى مؤذيه جدا. تمام. اللي بعده، الزوج لما بيتضايق او يعمل حاجه تزعلك ويقلب الترابيزه ضدك دايما دايما. والغريب ان اللي سائل السؤال اعتقد راجل، ما اعرفش هو حقيقي ولا لا، بس الزوج لما يضايق دايما عاده الست لما بس مش شرط، لا الست بس دايما عاده الراجل بيروح لا يعني محسسك كده لا ان في قلب الترابيزه او ديفنس ميكانيزم. وده على فكره حاجه طبيعيه جدا في البشر، لو انا متوجه لي اتهام لازم هدافع، فهي عشان اتجنب ان انا ادافع لازم انا ما اتهمش، فاحاول بدل ما اقول له انت عملت وانت خليت كلمه انت بالصباع دي بنشيلها. ليه؟ لان بنتكلم بحاجه اسمها الاي مسج، اللي هو انا حسيت ان انا اتضايقت لما انت مثلا احرجتني قدام صحابنا النهارده، او لما اتحركت قدام صحابنا النهارده لما اتقال كلمه كذا، المبني المجهول واي. ده بيخلي جزء كبير من سنتر التحفظ في المخ يهدى عشان خاطر هو ما يروحش مدافع وكسرني على طول. فمهم قوي في الحته دي انه على قد ما نقدر بلاش الانتقادات اللاذعه وبلاش انت، ونحول كل الكلام لحاجه بتبحث عن حل. لان على فكره في مبدا في كل الدراسات النفسيه بتقول when the person not the argument، اكسب الشخص وليس الجوله. هو بيقلب الترابيزه ليه؟ عشان انا، وده اي طرف راجل او ست، عشان الطرف التاني مصمم يرمي الترابيزه في وشه. لكن لو انا مورياه ان احنا بنعمل حاجه اسمها عتاب محب، اللي هو على فكره انا عاوز اوصل لحاجه حلوه ومش عايزه اضايقك وعايزين نوصل لحل وكده، الدنيا نص الانفعال هيهدى، فهنعرف نتكلم. احنا بس زي ما قلتي هو مش عند الراجل بس، هو عند الراجل والست. الراجل صح كده، كل حاجه عند الراجل والست زي بعض. طب احنا عندنا تليفون. الو منى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. لو سمحت انا كنت عايزه بس يعني هقول حاجه. اتفضلي. على الخيانه، هي الخيانه ممنوعه تمام؟ تمام اتفضلي. بس يعني ان احنا ايه سبب الخيانه؟ ايه اللي يخلي الست تخون؟ ايه اللي يخلي الراجل يخون؟ شكرا سؤالك. تمام. يعني ان ممكن تكون الست طالبه طلاق، ممكن يكون في حاجه مش في حاجه يعني مش لاقياها. تمام سؤالك وصل يا حبيبتي. صح، سؤالها حلو جدا. ايه اصلا اللي بيخلي الست او الراجل يخونه؟ هو طبعا شائعه طبعا او معروف ان الراجل هو اللي بيخون، لكن لا دلوقتي بقى في لا 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 على جنبين كتير ودراسات وعالميا ومحليا وريسيرش وابحاث معموله في القصه دي. لا مين اكتر، دي خاضعه لابحاث كتير، بس مش يعني مش هنطلع بكونكلوجنز يعني، بس هنقول على قد ما نقدر ان اللي بيخلي الواحد يخون سببين، سبب داخلي وسبب من الطرف الثاني. السبب الداخلي هو الاقوى. ليه؟ لان الانسان طالما هو بيخون يبقى مش شبعان. الشبع ده مسؤوليه داخليه مني جوايا، ان انا اكون مسؤول عن اشباعي ووعي بنفسي. يعني ايه؟ يعني مثلا في راجل ممكن يخون عشان مش حاسس بقيمته في عينين مراته، تمام، بس مش ده السبب. السبب ان هو كان مش حاسس بقيمته في عينين باباه ومامته، فكان عنده مصاب بحاجه اسمها الدونيه وصغر النفس، يعني من الاخر كده مش واثق في نفسه، ما عندوش كده نظره ايجابيه حلوه عن نفسه.
فده بيخليه من جوه مهما مراته ولعت له صوابعها على 20 ايدين ورجلين شمع برضه مش هيشبع، فهيفضل يدور على الشبع، ودي شفناها كتير جدا جدا جدا. فبيبقى جزء كبير من علاج هذا الشخص في العمل على وعيه الداخلي من احساسه بفكره انت حاسس بايه وحاسس بده ليه، وليه انت لقيت في الشخصيه دي اللي هي خارج علاقه خارج الزواج لقيت فيها الاهتمام، وايه الدخله اللي هي دخلت له منها، وده بيبقى بعلاجه هو النفسي. بس حاجه من الحاجات المهمه جدا 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 بالمره نقولها، انه الشخص اللي بيخون على فكره بنسبه برضو في بعض الابحاث معرض لان هو شخصيا يصاب بالاكتئاب، فعشان كده مهم ان اللي بيخون ده يا جماعه ما ياخدش الموضوع كده ويعديه، لا لازم هو نفسه يسيك هلب، يبحث عن مساعده. السبب الثاني بقى او الاسباب العلاقات اللي بيخلي الزوج او الزوجه يحس ان هو ديتاتشد او مفصول زي ما قلنا عن الطرف الثاني، الاسباب الاتيه: قله الاحترام، النقد المستمر، عدم التقدير. يعني ما اعتقدش ان لو في زوج فهم ان لو كل ما مراته تعمل له حاجه يرميها لها في وشها ويقول لها ايه القرف اللي انت عاملاه ده، في يوم من الايام ده هيؤدي بيها انها هتبحث عن الحب بره، هيجي زميلها يعني يقول لها الله انت الله اكلك تحفه، مش ممكن انت زي سوبر وومن كده، وبتحصل وفي حياتنا اليوميه وحوالينا وفي كل الدوائر. الاهمال بشكل اشكاله، عدم التواصل بكل اشكاله، التقصير في الـ في الـ في الافكشن او الميل العاطفي، مش شرط العلاقه الحميميه، الميل العاطفي مجرد الفيزيكال تاتش. يعني في رجاله وستات مجرد ما بيتجوزوا بيحسوا ان هم لو مسكوا ايدين بعض قدام الناس ده كده جرم. كل الحاجات دي جوه البيت بقى بينهم وبين بعض، الخناقات الزياده، النكد المستمر، كل الحاجات دي بتخلي الانسان يفصل تدريجي. فخلينا نقول ان يوم ما انا بتجوز بيبقى في عهد كده بيني مربوط برباط كبير وقفل كبير بيني وبين الشريك حياتي، وانا throughout the years او خلال السنين انا بقطع او بكسر القفل ده بموس، بقدر اشيل فيه طبقه في طبقه في طبقه في طبقه لغايه ما بيتفك. فالخيانه هي نتيجه مش سبب، يعني مش سبب. فمهم جدا في الاسباب كمان ان انا مش واثق في نفسي، ان انا شايف واحده مثلا اتجوزت فحاسه انه خلاص هيز تيكن فور جرانتد، انا جوزي ده خلاص واخداه كده فور جرانتد. أيوة أيوة. مسلم بيه، انا مهما عملت هو مضطر يستحملني. الايجو، الذات، ان انا متخيله ان انا مهما عملت انا هو مش ممكن يسيبني، او ان انا مهما عملت هي مش ممكن تسيبني. لا، الراجل او الست كل واحد ليه طاقه. اكزاكتلي. وقرب خلصان الطاقه ده هو اللي بيوصل للخيانه. فالاسباب كتير وكلها مترتبه بنسبه كبيره على بعض. طيب خلينا نكمل السوشيال ميديا. كيف يكون الدعم النفسي الاسري لفرد من الاسره يعاني نفسيا الى جانب الدكتور النفسي؟ سؤال حلو قوي. الدعم النفسي للاسره لفرد يعاني نفسيا، فرد يعاني نفسيا ممكن يكون متضايق بس، وممكن بس طالما في طب نفسي يبقى ممكن يكون مشخص بمرض. فيفضل ان لو مثلا الزوج هو اللي بيتعالج عند طبيب نفسي، لازم الزوجه تقعد مع هذا الطبيب وتفهم منه طبيعه الحاله بالظبط وعلاقات ونتائجها ايه وتحتوى ازاي، وهي وولاده يبقى ليهم دور في احنا بنتجوز ليه. احنا بنتجوز عشان احنا في الاخر نسبورت بعض في وش الزمن، لكن اللي بيحصل ان احنا بندمج بعض بندمر بعض والزمن هو اللي بيخش يدمر معانا. لو رجعنا لكور الجواز، كور الجواز ان احنا لما بنتجوز بنتجوز عشان نبقى اتنين في وش الدنيا، عاوزين نصلح بعض، عاوزين نسبورت بعض، عايزين نسند بعض. المرض النفسي مش عيب، واحيانا بيبقى الشخص ملوش ذنب فيه. فعشان كده مهم ان انا لو حد عندي جاله مرض نفسي مهم جدا ان انا اخلي بالي كويس قوي ان الشخص ده ضعيف وفيكتم، ضحيه، واحيانا محتاج مني سبورت كتير، محتاجه اوسع انا شخصيه مرارتي. فلو مثلا شخص مصاب بالاكتئاب احنا بنعمل لمراته جلسات توعيه عشان تعرف تساعده، وفي نفس الوقت بنديها هي نفسها جلسات كوتشنج عشان هي تبقى كويسة، عشان يبقى عندها طاقة تساعده. طبعًا. لكن ما بقاش طرف واحد مضغوط وطرف واحد تعبان. تمام. خلينا نشوف السؤال اللي بعده. شوف. لو في مشكلة بين الزوجين وانفصلوا ازاي الاطفال ما تتأثرش ونعوضهم غياب الاب ازاي، مع العلم ان الطفل لسه صغير ما يفهمش لسه كلمه بابا. الجمله الاخيره دي حاجه اسمها ليميتنج بليف، اعتقاد خاطئ. لا، هو الطفل بيعرف كلمه بابا من وهو صغير جدا، من اول مثلا 3 4 شهور لما يبدا يميز الاصوات والناس والحاجات دي. الانفصال بيؤثر جدا على الطرفين، مهم جدا. بواضح ان الاب هيغيب لسبب ما، او يعني في نزاع، او هي مش عايزه توري له الولد، بلاش نلعب اللعبه دي بالولاد، بلاش نخاطر بالطفل ان هو ما يشوفش ابوه. ولو الموضوع خارج عن ارادتنا والاب مسافر مثلا، بيبقى لازم وجود ميل فيجر، شخص راجل في حياه الطفل ده، جده، خاله، عمه، اي حاجه. فلو الاب مش موجود للسبب حاجه، لازم الطفل والولد بالذات لازم يتحط قدامه ذكر ورجل قدامه. طيب. عشان يشرب الحاجات اللي هي الست مش تقدر تديها. تمام. معانا تليفون. ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا.
لو سمحت كنت عايزه اسال سؤال. اتفضلي. لو سمحت انا ليا صاحبه انا متجوزه، فصاحبتي دي بنت اختي وزوجي عليك بكده كويس. انا مش سامعه. ليا صاحبه متجوزه. انتوا في الكنترول سامعين؟ طيب تقولوا لي السؤال. طب كملي السؤال والكنترول هيقولوا لي. اتفضلي. حضرتك انا ليا صاحبه وصاحبتي دي زي اختي وجوزي عايز كده كويس، فاخر فتره لقيتها بتكلمه، يعني انا عندي رقم واتس وهو عنده، بس هي بتكلمه هو. فبيجي هو بيجي يقول لي مثلا صاحبتي كلمتني تطمن عليكي، اقول له خلاص ماشي. فاخر فتره لقيت تليفونه وشفت المحادثة، لقيتها محادثة مش لطيفة، يعني هي ما فيهاش حاجة عيب، بس كلها ضحك وهزار، حتى عليا هي أصلا مش سائلة. فأنا اتضايقت جامد، فدي حاجة طبيعية يعني ولا إيه؟ أنا رأيي تقطع مع الصحبة دي. أنا ما سمعتش كله. هي ليها صاحبة أظن بتكلم جوزها؟ بتكلم جوزها عنها أظن. وهزار وضحك بتقول. حاجة كده مع جوزها و لا العلاقة دي ولا صاحبته هو؟ صاحبته هو؟ ايوه تمام كملي. ايه هو قفل بس ايه السؤال؟ صاحبته هو بتكلمه وتسال عليها هي، فهي مستغربه بتسال عليها هي ليه. بتكلم جوزها تسال على مراته يعني؟ لا هي خطيبته. او خطيبته تكلم خطيبته تسال عليها، لو هي عايزه يبقى في صداقه بينهم. ياما عادي بناته بيبقوا اصحاب الزوج مثلا، وبتبقى صاحبه البنت وتبقى صاحبتها قويه بعد يعني الجلس. عادي يعني انت ممكن تقابليها عادي، لازم تتكلم مع كمان خطيبها تفهم ليه ايه طبيعي، لان ممكن تبقى بتسال عليه سؤال عابر، وممكن تبقى بتسال على تفاصيل، فحسب نوع السؤال برضو. بس يفضل يتحط لها حدود قبل الجواز. بالظبط سمعتوا دي، يفضل يتحط لها حدود قبل الجواز عشان ما يرجعش يقول لها ما كانت بتكلمني عادي وانت ما كنتيش معترضه. لا الاعتراض ده يوصل له ويفهم وهو بنفسه اللي يحط ليميتس. يعني انت نورتيني بجد، ده نورك. انا بشكرك. تحبي تقولي اي حاجه قبل ما نختم؟ اقول ان يعني الخيانه حاجه مؤذيه جدا جدا جدا، واحيانا بتهد البيت بالجواز بالعيال بجواز العيال لما يكبروا، وخصوصا لو الاب او الام كان كبير واولاده كبار واولاده عرفوا ان الاب او الام خان، فدي حاجه بتبقى مؤذيه جدا للنفسيه، وبتكسر الولاد وبتدمر جوازاتهم بعيالهم، وبتخلي الولاد يعاملوا الاب او الام بطريقه وحشه جدا. الاثنين يعني لما بيكبروا ويفهموا، ولو مثلا ساعتها الام سامحت بيتضايقوا من الام، وحوار بيبقى كبير جدا وكله مؤذي جدا. فيعني يا ريت قبل ما حد يسلم نفسه لفكرة ان انا مظلوم وانا ضحية وانا الخيانة بالنسبة لي حلال او مش حلال يعني، بس هو محللة، يصحصح كده ويعلن عن مسؤوليته ويتكلم. لان في ناس بتفضل ساكتة خالص 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 وبعدين تخون، لانه بيبقى ساكت ومدي نفسه كل الاعذار على فكرة ما هي مهملاني وانا ما بكلمهاش وما بقولهاش هي مهملاني في ايه. فيا ريت نكوميونيكيت ويا ريت نتكلم ونرجع القطر ده باكورد ستيب ستيب. تاني هقولهم بسرعة جدا، التواصل، الاحترام، الاهتمام، العلاقة الجسدية، الأمان المعنوي والنفسي والمادي، كل ده يعني يلحقنا من خطر الخيانة ربنا يرحمه. صح فعلا، هو التواصل الصح يعني ما يبقاش الواحد بيكتم طول الوقت ما بيقولش وبحاسبك على أخطائي. ايه المشكلة؟ يعني لو عندك مشكلة ولا عندك مشكلة لازم تتكلم، لازم تقول، اصل الواحد مش هيشم على ظهر ايده. شكرا. لازم فعلا نفهم، مش كل واحد بيفهم التاني على طول او بيبقى عارف. يعني ممكن مثلا ابسط بقولها كتير، ممكن مثلا واحد من الاثنين ريحه بقه وحشه. على فكره الهايجين سبب سنان، من اسباب الديتاتشمنت، مشكله سنان، مشكله معده، مشكله عادي بتحصل على فكره، اي حد عنده المشكله ممكن تحصل في ثانيه. تمام، يفضل بيها الواحد مش عارف انا مشكلتي في سناني ولا اصلا. الواحد ما بيشمش ريحه بقه، الواحد ما بيشمش ريحه بقه، فممكن جدا تبقى هي قاعده ولا هو قاعد ريحه بقه لا تطاق او ريحه عرق لا تطاق، واللي قدامه ما ماسك نفسه محرج مش عايز يقول، بس خلاص ما بقاش طايق، فبالتالي يبتدي يخون. لا قول عن انك تروح تخون. صح، تتعالج. صح. بسهوله موضوع السنان ده والبق والدنيا كلها تتعالج بسهوله، والعرق حتى يتعالج بسهوله جدا. ليه حقن معانا الدكتور احمد عبد العزيز كمان شويه ممكن يقول لكم في حقن بوتوكس تاخد تحت الباط بتشيل العرق السيء ده. في رجاله عندها عرق بيبقى رهيب، ممكن يتشال جدا بسهوله واتحلت المشكله في ثانيه بدل الواحد ما يعمل أزمة.
مشاكل كتير جدا بتتحل بكلمتين، فاحنا بالزبط. عاوزين الكلمتين قبل ما نوصل لمشكله كبيره. بالظبط، مشكوره جدا. ميرسي جدا ليك. جدا ميرسي جدا ليك. ثانك يو سو ماتش. طبعا لسه في كلام كتير عايز يتقال، بس ان شاء الله نبقى نقوله بعدين. هنروح بقى الفاصل، وهيكون معانا ان شاء الله الدكتور احمد عبد العزيز، وهنتكلم معاه في تفاصيل الفيلر. ولو حد عنده اي سؤال بخصوص اي حاجه كلمونا يا جماعه. معلش انا بعتذر المره دي، ما كانش ينفع اقطعها في حاجات كتير، وجت مكالمات كتيره وقطعت، فبعتذر لكم جدا. هنروح بقى الفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. اهلا بكم معانا من الفاصل، واحنا مكملين دلوقتي. معانا الدكتور احمد عبد العزيز، اخصائي جراحه التجميل وعضو الجمعيه الملكيه للجراحين بانجلترا. اهلا بيك، نورني. اهلا بيك يا سالي، دمنورك. ونرحب كمان بكاترين. هاي كاترين، هاو ار يو؟ اوكي، احنا النهارده المفروض هنتكلم عن الفيلرز والبوتوكس. احنا عايزين بس سريعا نفهم الفرق ما بين الفيلر والبوتوكس، والنهارده المفروض هيحصل قدامنا حقن للفيلر قدام عينينا، هنقدر نشوف بيتحقن ازاي. بس نفهم الاول الفرق ما بين الاثنين. الفرق بين الفيلر والبوتوكس هو فرق، يعني دايما الناس بتسال فرق من الاثنين، لان كلنا بنسمع لما حد بيروح يعمل اي حاجه في وشه عند اي دكتور تجميل، اشهر حاجه نتكلم عليها البوتوكس والفيلرز. والبوتوكس هي ماده مختلفه عن الفيلر تماما، وليها علاج طبعا او يعني انديكيشنز معينه في الوش مختلف عن الفيلر. البوتوكس من الحاجات اللي بتعمل softening للمسل اكشن او لحركه العضله في الوش. احنا ربنا خالق وشنا عشان نعرف نتعامل ونكوميونيكيت. الوشنا العضلات فيه ماسكه في الجلد، فنقدر نعمل اكسبريشنز، يعني نقدر نكشر ونرفع حواجبنا لفوق، الابتسامه بيظهر معاها لاينز وخطوط كتيره تسمح لنا ان احنا نعبر عن المشاعر بتاعتنا. مع اللاينز دي لما تبقى فيه الاكسبريشنز دي فترات طويله وبنكبر في السن ويبقى الاكسبريشنز دي كتيره، ساعات بيبقى فيه خطوط في الجلد ملهاش علاقه بالاكسبريشن. البوتوكس بيساعدنا اللي هو يقلل الخطوط دي اللي هي تظهر، ويحافظ ان الوش يبقى ريلاكس لو في تشنجات في عضلات معينه زي عضلات التكشيره او عضلات رفعت الجبهه او الاندهاشه او الضحكه اللي حوالين العين واماكن تانية في الجزء الاسفل من الوجه نقدر نستخدم فيها البوتوكس. يعني تلاقي فعلا في ناس في سن ال 30 في بدايه ال 30 خلاص عندهم الحتت دي محفره كده خطوط، وهنا في الجنب خطوط كلها تعبيريه فبتحفر جوه الجلد وحسب طبيعه كل حد. البوتوكس المفروض بيساعد بقى ان العضلات ما تنقبضش بالشكل الكبير اللي هي بتنقبض بيه، او بتتحرك بالشكل الكبير اللي هي بتتحرك بيه، فيساعدنا ان الخطوط دي تبقى سوفتر او تبقى اقل حديه مع تقدم العمر. تمام، ده بالنسبه للبوتوكس. الفيلر هو جل، هو البوتوكس عامل زي الميه وما بيحطش فوليوم ولا حاجه، هي زي دواء للعضلات. لكن الفيلر ده جل، واشهر حاجه موجوده اللي هو الهايلورونيك اسيد فيلرز، اللي هو جل لونه كلير معمول من ماده اسمها هايلورونيك اسيد بوليساكاريد، دي موجوده في جسمنا ومعمول منها، الشركات عامله منها جل معين يسمح له اللي هو يقعد فترات طويله تحت الجلد. طبعا بيتحقن في اماكن كتيره جدا في الوش، وبيساعدنا على حلول مشاكل كتيره جدا. احنا دايما بنفكر عشان يبقى شكلنا اجمل فلازم نحافظ على شبابنا. الفيلر من الحاجات اللي بترجع الفوليوم اللي جسمنا بيفقده مع تقدم العمر، يعني دايما بيبقى عندنا اماكن في وشنا بيروح منها الدهون، زي مثلا اماكن تحت العين تبتدي يروح الدهون ويظهر الهالات السوداء، اماكن يزيد فيها الدهون بشكل ملحوظ زي اللي بنسميها النيزوليبيال فولدز، او الاماكن اللي هي حوالين الفم ومن الانف للفم اللي هي علاقه بالابتسامه شويه، وتبتدي تتهدل بعد كده، وتبدا تتهدل وتنزل نتيجه وشنا بيفقد جزء كبير جدا من الدهون اللي فيه من الاماكن الخارجيه، او اللي هي الجزء الخارجي من الوجه مش الجزء السنترال. ساعات بنفقد دهون في المكان ده، بنفقد دهون في الدقن، بنفقد دهون في الشفايف، يعني الفوليوم اللي موجود بيروح. ومش دهون فقط، احنا بنفقد دهون وبنفقد كولاجين وبنفقد هايلورونيك اسيد، كل ده حاجات موجوده، وبنفقد كمان جزء من العظم بتاعنا، عشان كده تحديده الفك والتشن او الدقن كل دي حاجات بتختلف مع تقدم العمر، ونشوفها قوي في حد تبان جدا في حد عجوز بقى عنده مثلا 90 سنه كده، نقدر نبص على وشه ونشوف ايه اللي حصل، نلاقي الدقن اترفعت لفوق وشكلها اتغير، الزاويه بتاعت الفك ابتدت تختفي وتروح،
ولو قارنا صور يعني حتى لو احنا بصينا على صورنا واحنا في العشرينات وبصينا على صورنا واحنا في الاربعين والخمسين هنلاقي فرق كبير قوي في الصور بتاعتنا من الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها. طيب ايه الحاجات العلاجية للفيلر؟ يعني بتقول مثلا تحت العين، احكي لنا كده ايه العلاجات، واعتقد المناخير برضو ليها حاجات علاجية بالفيلر. ده حقيقي. سريعا كده عايزين نفهم بس. طبعا من الاماكن اللي بتظهر كتير فيها مشاكل عن ناس كتير بالذات كمان في البشرة القمحوية بتاعتنا، اللي يبقى عندنا هالات سودة تحت العين، يبقى في تصبغ للصبغة بتاعت الميلانين بتاعت الجلد بتاعتنا تظهر بشكل أكبر حوالين العين أو تحت العين. جزء منها بيبقى طبعا تصبغ في الجلد، جزء منها بيبقى ليه علاقة بانخفاض نسبة الدهون تحت العين، نسبة الدهون في المكان ده فتبقى داخلة لتحت، وبنسميها حتى تير تروف ديفورميتي أو المكان مجرى الدمعة بيبقى داخل لجوه أكتر، وده يبين ان الشادو او يبقى الاضاءه في المكان ده تبقى عليها شادو تبان اللي هي اعمق كتير. ومشكله كمان الجلد اللي تحت العين اللي هو جلد رفيع جدا، هو ارفع جلد في جسمنا، فاي اوعيه دمويه او اي انسجه تحت العين تبقى ظاهره بشكل واضح قوي، فده يخليها لونها داركر او اغمق شويه عن بقيه الوش. احنا طبعا بالفيلر نقدر نعوض الفوليوم في المكان ده، نحط طبقة من الفيلر وأنواع معينة، مش أي نوع فيلر، لأن ممكن أنواع معينة يعني مختلفة ليها أماكن تانية نستعملها تحت العين تعمل مشاكل، فلازم نهتم بالنوع المظبوط اللي ينفع نحطه تحت العين ويدينا شكل أحسن ويقلل حدية اللون الغامق اللي موجود تحت العين، فيقلل الدارك سيركلز. وفي طبعا علاجات تانية عشان نقلل كمان الدارك سيركلز ممكن نبقى نتكلم عليها بعدين. والمناخير المناخير من الحاجات اللي في ناس بيبقى عندها هنا بنسميها دورز الهامب، يعني بيبقى في حتة طالعه لبره، او التب بتاعت النوز تبقى نازله لتحت، مناخيرها نازله لتحت، او تبقى المناخير مش معوجه او ما فيهاش ديفينيشن، يعني ما فيهاش تحديد. كل ده طبعا كنا بنعمله زمان بالعمليات بشكل كبير قوي، بس مع انتشار الفيلر واللي احنا نقدر نحقنه في اي مكان في الوش نقدر كمان نظبط بيه شكل الانف، يعني الفيلر والخيوط اللي غير جراحيه نقدر نظبط بيها شكل الانف من غير عمليه جراحيه تستدعي دخول اوضه عمليات. طيب. فتقدر تحسن لنا شكل المناخير وتخلي الشكل كويس قوي. تمام، ده حلو جدا ان الفيلر بيساعد على علاج مشاكل معينه في الوش تمنع الواحد انه يخش او ما يضطرش انه يعمل عمليه جراحيه، يبقى اسهل انه يعمل فيلر. مزبوط. طيب احنا دلوقتي هنشوف فعليا قدامنا هتحقن فيلر، هيبقى فيلر ايه؟ هتحقن ايه؟ احنا هنحقن الشفايف وهنحقن الدقن. وليه اخترت المكانين دول؟ لان المكانين دول لهم علاقه كبيره جدا ببعض. أنا لما قعدت مع كاترين وقعدنا اتكلمنا شوية، هي كانت شكوتها اللي حاسة الشفايف بتاعتها العلوية، يعني من أول الأنف لغاية أول الشفايف مسافة طويلة، ومحسساها اللي هي كبرت في السن بسبب حاجة زي كده، وده عندنا كلنا بيحصل، كل ما نكبر في السن كل ما المسافة دي تزيد. مع حقن الشفايف نقدر نزود الفوليوم شوية في الشفايف، ونقدر نغير النسبة كمان، لأن هي ليها نسبة وتناسب. لا إحنا مفروض يبقى عندنا تلت وتلتين، لما بتبقى النسبة قريبة من بعض يعني نص ونص للمكان اللي هو من أول الشفايف السفلية لغاية الدقن أطول شوية، ده بيبين لنا اللي احنا كبرنا. نقدر نعمل إيه؟ نزود شوية المسافة اللي هنا عن طريق حقن الجزء اللي تحت الشفايف اللي هو الدقن والخط اللي تحت الدقن، فنطول المنطقة دي شوية. طيب. فالنسبة تتحسن. أنا هحتاج منك تبقى توريني بس بعد الفاصل، تورينا بالظبط عليها طبعاً تقصد إيه طبعاً. بس بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا بيكم معنا من الفاصل، مكملين دلوقتي مع الدكتور احمد عبد العزيز وهو اخصائي جراحه التجميل وعضو الجمعيه الملكيه للجراحين بانجلترا. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن البوتوكس والفيلر، ايه الفرق ما بينهم، وان الفيلرز بتستخدم برضو كعلاج مش بس تجميلي. ولكن النهارده هتورينا شويه حاجات على كاترين. اوكي، هتورينا دلوقتي فعليا على كاترين ايه الحاجه اللي هتعملها وهتعالجها فيها. اتفضل. اوكي، انا هشرح بس بسرعه. احنا بنعمل دايما حاجه اسمها فيشل اناليسيس، وده مهم جدا
الاناليسز او يعني ازاي نقدر نقول الوش ده شكله جميل وازاي ممكن يبقى احسن باستخدام البوتوكس او الفيلرز او اي اجراء في العياده. تمام. انا مش هتكلم على الوش كله النهارده، هنختار الحته دي عشان الوقت بتاعنا وده المكان اللي هنعمل فيه تريتمنت. كاترينا لما جات لي العياده كانت مشكلتها الابر واللور ليب عندها الفوليوم فيها صغير قوي وحاسه ان المسافه دي طويله جدا. فكانت عاوزه تزود الحجم بتاع الشفايف عشان يرجع الشفايف دي تكبر شويه لفوق فتقلل المسافه دي. تمام. دي حاجه احنا كلنا ممكن نفهمها، بس الحاجه اللي الجراح هيفهمها اكتر او دكتور جراحه التجميل، الفكره كلها ان كمان الشفايف ليها علاقه بالجزء اللي تحت اللي هو الدقن، لان الدقن والشفايف والمنطقه اللي فوق الشفايف هي وان يونت. العين لما بتبص لها بتبص لها كحته واحده. طيب. مهم قوي للشفايف يبقى شكلها جميل عند اي حد، جمال الشفايف في الفوليوم بتاعها والتحديد، وتاني حاجه في الريشيو او في النسب بين الشفه اللي فوق واللي تحت وبين الدقن والشفايف ان جنرال، وبعدين بين اللور فيس يعني الجزء اللي تحت كله والجزء اللي فوق من الوجه الاوسطي يعني والجزء اللي فوق الابر فيس والميد فيس واللور فيس. طيب. دي نسبه مهمه لازم الدكتور يبقى عارفها عشان يقدر يحدد للمريضه هي محتاجه ايه. فالنهارده احنا هنعمل الشفايف وهنحقن الجزء اللي تحت عشان نزود المسافة اللي هنا شوية فتبقى الريشو مظبوطة اكتر وما تحسش ان الجزء ده طويل. هنزود الفوليوم والتحديد في الشفايف. اوكي يلا بينا. You ready to start? Are you ready? اوكي. هل سؤال، هل الفيلر ليه اضرار؟ عشان ناس كتير بتسال وبيخافوا شويه، هل ليه اضرار على المدى يعني سواء بقى لو الواحد حطه او على المدى البعيد؟ اوكي. لو احنا رقم واحد بنحقن ماده مظبوطه بالتكنيك الصح يعني باختيار للدكتور اللي بيحقن تكنيك مظبوط يبقى المشاكل هتبقى قليله جدا. اي حاجه ممكن نحقنها في الوش ممكن نحصل منها مشاكل، بس لو الماده كويسه المشاكل هتبقى قليله، لو التكنيك والدكتور عنده اكسبيرينس كبيره يبقى المشاكل هتبقى اقل واقل كتير. تمام. طيب ايه المشاكل المتوقعه برضو الواحد لازم؟ طيب المشاكل الطبيعيه اللي ممكن يحصل سوالينج كاترين، انه يعمل زي انتفاخات معينه. بالظبط، يحصل شويه ورم في المكان او ورم اللي احنا هنحقن يورم فيه. يعني يورم بالذات في الشفايف، من الحاجات اللي بتورم كتير، ودايما بقول للعيانين عندي اللي شفايفكم هتورم بعد الحقن بشكل كبير، مش ده الشكل اللي هيتبقى عليه. في ناس اللي بتبقى حابه الفوليوم يبقى كبير قوي بيزعلوا بعد ما يروح الورم. فبيقولي العياده بعديها باسبوع او اسبوعين يقولوا لي احنا الفيلر راح، او احنا نفسنا الورم ده يزيد سوري يرجع تاني يعني. وفي طبعا ناس بتبقى خايفه قوي يعني هم يبقى شفايفهم كبيره قوي بعد الحقن بالذات بيومين ثلاثه، وبعدين الورم بيرجع تاني وتبقى الفوليوم اللي احنا حطيناه. مهم قوي اختيار نوع فيلر كويس للشفايف. اختيار نوع الفيلر الكويس للشفايف ده بيحدد لنا كذا حاجه. رقم واحد بيبين لنا بيحافظ لنا على نتائج تفضل فتره كويسه فتره طويله، لان الفيلر ممكن يقعد سنه واتنين لو نوعه كويس. وتاني حاجه الشفايف من الاماكن الفيري دايناميك يعني بتتحرك كتير جدا، حركه الشفايف دي ممكن تاثر على الشكل بتاع الفيلر الفيزيائي للفيلر، فممكن يبقى بعد كده نحطه يبقى شكله كويس قوي بعد شهرين ثلاثه نلاقيه كلكع وشكله مش مظبوط لو مش ده فيلر مناسب ويقدر يستحمل الحركه بتاعه الشفايف. تمام. طيب سؤال تاني، هل مع الوقت او بعد مرور السنتين دول هل مكان الحقن ده طبعا بيقل الفيلر تاني فيه بيروح، هل بيحصل ترهلات معينة؟ لا خالص، بالعكس الفيلر زي ما انا قلت هو مكون من هايلورونيك اسيد. هايلورونيك اسيد الفكره فيه اللي دي ماده نفسها بتحسن بشكل كبير جدا جدا الكواليتي بتاعه الجلد، لان احنا جسمنا بيفقد الهايلورونيك اسيد ده بالعمر، فلازم اللي احنا نرجع نعوضه تاني. اذا كنا نعوضه بهايلورونيك اسيد طبيعي زي حاجات نقدر نحقنها بسيطه قوي تستمر فترات قليله، او بالفيلر نفسه بيعوض لنا فوليوم ويرجع النضاره. تمام. احنا هنشوف دلوقتي نتيجه يعني حضرتك لما هتحقن هنشوف نتيجه طبعًا على طول؟ طبعا هيبان. انا بقول دايما بعد الحقن بيبان بنسبه 70% النتائج بتاعه الفيلر. تمام. وكمان طبعا بيحصل ورم بعد كده، على تاني يوم بيبقى الشفايف ورمت شويه،
فترجع بعد 3-4 ايام تقل لغايه اسبوعين يبان احسن نتيجه للفيلر. سؤال بقى قبل ما تبتدي. اوكي. ومش هسال تاني عشان يعرف يركز. لا 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 شور، انا يعني بعمل الكلام ده بقالي سنين كتير قوي. هعرف اتكلم معاكي. هل هتحس بوجع؟ في الشفايف بيبقى فيها شويه وجع. عندنا دايما اوبشن اللي احنا نوقف الوجع تماما للشفايف، للناس اللي بتتوجع قوي. وده كاترين من الناس اللي هي شي فيل كومفورتبل وذ ذا بين، يعني بتاعها تمام، بتتعايش مع الوجع وعارفه تتعايش معاه. مش اي حد كده يعني، مش اي حد كده، بس ممكن نعمل حاجه اسمها دنتال بلوك، اللي احنا نحقن بنج زي دكتور السنين كده في اماكن معينه في الوش، 4 شكات مثلا من تحت من تكنيك واحد بس، زي ما بنسمع عن الراشن ليبس، يعني تكنيك جديد، مش جديد يعني، بس تكنيك اسمه كده في السوق، وناس كتير قوي 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 بيقولوا احنا بنعمل راشن ليبس بس، وده حاجه غريبه جدا. يعني لازم يبقى الدكتور عنده كذا تكنيك لكذا نوع من الشفايف، مش يعني مثلا كاترين ما ينفعش معاها حاجه زي كده، لان شفايفها ما فيهاش فوليوم، صغيره، هيبقى شكلها وحش جدا لو اتعملت، وهتبقى مكلكعه بعد كده وشكلها مش مظبوط. فلازم يبقى يعني ليها طريقه معينه. انا معجبه بحضرتك جدا على هدوءك وثبات انفعالك وشغلك الراقي جدا. الله يخليك الله يخليك. يعني فعلا بتعمل حاجه مش سهله وفي نفس الوقت ثابت كده، عندك ثبات وقادر تقول معلومات. متهيالي احنا كجراحين اتعودنا نشتغل في
بعد الحقن. تمام. انا بشكرك جدا. العفو على ايه يا سيدي؟ حقيقه ثانك يو فور كومينج. طبعا يعني حاجه يعني اول مره الحقيقه انا شخصيا اشوفها فاعتقد ناس كتيره برضو لاول مره تشوف دوت. بشكرك على المعلومات. تحب تضيف اي حاجه قبل ما نروح نختم؟ يعني انا مبسوط اللي انا كنت معاكم النهارده. اي هوب يعني اتمنى الفيلر اللي حقناه ما يكونش خوف حد. وزي ما شفنا لا خالص يعني الحقيقه ما خوفش حد خالص خالص خالص. النتيجه ظهرت على طول وباينه. وان شاء الله هتبقى يعني سعيده باللي احنا وصلنا له ده. غير تقريبا وشها كله. يس يو دينت سي ات. هنمره لك كمان شويه بقى. انت لو تحبي ممكن تبصي على شكلك. لا يو هاف تو سي ات ناو قبل ما نختم الرياكشن. هايل. بتقول جميل جدا. طب هايل. شكرا يا دكتور احمد. العفو. العفو جدا جدا. ثانك يو. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا في الحلقه دي. اشوفكم بكره على الهواء ان شاء الله على خير. باي باي.